أم جنة واني أم بين النجوم، كبرتنا وتابت هي أمنا ملم. الأم عبارة عن بيت يحتويك من صغرك، الأم عبارة عن إنسان دمها يمه. هي الوحيدة اللي تحس باهتمامك، كذلك الوحدة اللي تفهم من نظراتك، تعرف همك عالسريع وتدعي لك إن يزول، وبالدعاء شي أكيد ربك ينطيك الحلول. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، لأمك الوحيدة يا لوبك الحنية دوم يمها، وكل شي تحتاج روحك تلاقي بحضان أمك، وتطيب بسرعة جروحك. لكن انطيني مجال خل أحكي لك شنو صار، فجأة تحولت حياتي من نعيم إلى انهيار. صحيت على الصريخ كانت الصدمة كبيرة، أمي ممدودة في فراش والأجواء كانت خطيرة. فجأة الكل صار يقول يما ليش رحتي، ليش خليتيني لوحدي وعني بعدتي، وأنا شاهد ومصدوم ما مستوعب اللي صار. لكن فعلا الحديث كل شي تغير بهالدار. يا يما هو يريدي والوضع دوني صار، كل الطرق مسدودة، كل ساعة ألقى المطار. صوت صريخ بكل مكان وانسدت أذاني، كنت طفل لكن اللي صار كل شداني. رغم صغر سني صرت أمشي وأقول أمي تركتني ورحلة، ما أصدق ما معقول شلون تتركني هسه ترى لسه أنا صغير. وبلحظة اختفت فجأة وزالت التفكير. أمي راحت، أمي ماتت، أمي ماتت ما تموت، أمي وين؟ لا 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 كان يجيني ذاك الصوت. اهدى شوية يا ابني ما يصير تبكي هالقد، هسه فهمك اني تعال يمي يقعد. بعد ما فهموني راح تركض، انا صلي قلت ربي يا رحيم اريد امي يمي. امي كانت هي روحي هسه راحت يا جماعة، امي كانت بيت وحبي ما تفارقني حتى ساعة. حاضنها هسه التراب، يا ريت كنت التراب. جت عبر انا حزاني ما شفت غيرك احباب.